أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى الجزء الثاني من حصتكم ستارد النهار. هذه هي الأجواء التي تستمعون إليها من المدرجات من هنا من الفراج من فراج النهار. ستارد النهار يعالج أيضا القضية قضية تسقيف أجور اللاعبين. تحية كبيرة إلى الجمهور، الجمهور هذا الوفي اللي يبقى حلقة مهمة من برنامجنا. يا قريشي راك مازالك نايم يا قريشي. مرحبا بك حكيم، مرحبا بكم مشاهدة مجددا. إذا هذا هو الجمهور الوفي للنهار وأيضا للكرة الجزائرية. توقفت عندك مصطفى كويسي، يعني تحمل المسؤولين، يعني وكأنك تحمل المسؤولين يعني انهيار المستوى بالنسبة للاعب الجزائري. طبعا بالطبع، والحقيقة لازم تقال. عندما نقول لك أنا لو كان عندنا يعني مسؤولين يكونوا غير منطقيين، يعني أنك يعني الاحتراف، علاش مقبلة واحد المناصر قال لك في الاحتراف؟ ما راناش في الاحتراف، اسمح لي، ما راناش في الاحتراف الحقيقي لو فري بروفيسيونال، مازال ما لحقنالوش، لان كان دفتر شروط. لو كان نرجعوا لدفتر شروط تاع الفرق المحترفين كان حوايج بزاف اللي تنقص الان الكره الجزائريه. معليش، حنا رانا في شبه احتراف، هذه الطريقه اللي لابد تروح ليها. ولكن المسؤولين، هاني نعاودها، عندما نعطي مثال بسيط، تروح للسوق، راك رايح للسوق، اي واحد فينا يروح للسوق باش تقضي. انت عندك 10 دورو في جيبك، وتروح تشري في الحوت وتشري في البيفتاك وتشري، ما تقدرش تشري. اسكو تقدر تعمل؟ ما تقدرش. الاشكال هذا هو اللي راه صاير في عندما يعني هاو ماناجر هنا، اول كونديسيون الاولى يعطيوني 3 شهر تمتم، يعني وكاين بعض الرؤساء يقولها ويقدر تاكدها، الان لازم تاكدها، ما يخلصوش الاولين 3 شهور ما يقدرش يخلصها. رؤوف صرات له، مقبل تكلمنا في الكواليس، صرات له دا شهر ومن بعد قالوا له ان شاء الله شهر. شوف يعني ولحقنا رئيس فريق لازم تعمل البيجي بريفيزيونيل تاعك تاع العام تاع السنه، شحال يخلصوا اللاعبين، شحال كيما قلت مقبله تاع التنقلات تاعك لي ستاج، هاو كيفاش كدير. عندما دير هذه تتصرف بهذاك المال تاعك، وهنا الاشكال ينقص اللعاب. ومن بعد تبقى معرفة المسؤول اللي ما يعرفش بين ياسين، بين القيمة تاع ياسين وبين تاع والقيمة تاع رؤوف، هذا أنا بالنسبة لي ماهوش مسؤول. أنا دوك نكون خير دوك رؤوف نعطي له 200 مليون، ياسين نعطي له 20 مليون. حاجة راهية. لا أني نعطي مثال ياسين، أني نعطي أمثلة. شفنا لاعبين ولهنا دوك يأكدها، سيري فاليو يا جماعة، سيري فاليو معناتها يدي ما شنو، والله ما نحسد لعابة، الله يزيد لهم، وراني ضد هذه يعني تنقص له واحد اللي عنده يعني ويبين في الملعب، والله زيد له اكثر، انا سويبور تزيد طلعوا، ولكن ما يعرفوش يقيموا بين لاعب فلان ولاعب فلان. هذاك شفنا وين العجبه، يدي واحد هذاك اللي عنده اكثر 200 مليون ولا الاخر، والله العظيم، وهذاك اللي يدي 50 مليون والله هذاك 50 مليون افضل، وهذه انا شاهدتها، ما كان نجبد اسماوات. نعم. شاهدها حولك محمد مرابط. على كل حال راح يكون عندي اتفاق معه لانه باش يحولني لاي فريق. محمد مرابط، يعني هل التعامل مع البنوك مباشره مثل ما سيتم في هذا، على اعتبار انه حاليا ما نتعاملوش مع البنوك مباشره، يروح اللاعب للبنك ياخذ مرتبه، هل هذه الامور ممكن انه تعطي اكثر يعني قوه، اكثر حقيقه للتعامل بين اللاعب والمسؤول ربما وبين المناجر ايضا؟ أنا نشاط شيخنا 100% واش كان يقول، ما كانش لاعب قبل ما تسيني يقول لك ندي شاك. جميع اللاعب اللي يجي يقول لك نجي تسيني لازم يعطيني ليسباس. أي لاعب. وما كانش اللي يخمم كيما قال لك ياسين، كان يقول لك تعطيني 3 موا. يلف 3 موا على باله باللي الآخرين ما يديهمش. كاع يضمن 3 موا ولا 4 موا ولا 5 موا يحطهم في جيبو، أو يلعبوا على باله باللي هذوك 5 موا الآخرين كيلحق فاز زيرو ما يديهمش. وكما قال لك شاكين لعبة يا حكيم دوك يخلص طون او يلعب ما عنده حد ما يجيبش بلوس الفريق، وكان جوار راهو يخلص موا عليه بزاف تلقاه في بونتوش شغل تشوف حوايج ما تنجمش تفسر شكون لعب مليح شكون لعب ماشي مليح. علاش الانصار ولا لودانيتون؟ الانصار يعرفوا كرة القدم بزاف. تروح انت في اتحاد العاصمة ولا مولودية ولا تلقى لاعب يخلص 350 مليون ما يمدش حتى اضافة، وتلقى جوار يدخل من الانصار يمد اضافة اكثر من الجوار اللي يلعب.
وتشوف الصالة تاع الجوال هذاك وهذاك بزاف بزاف عرب عليها. نعم نعاود نرجع الى محمد قريش. محمد قريش انت ناشط على كل حال دائما في ليفيتيار. محمد قريش يعني حبينا نشوفوا عينه تاع الجمهور ايضا اللي معاك، لانه هنا نشوف كلهم يعني مع اللاعبين مع منح اللاعبين مرتبات نعم كبيره. تفضل. نعم حقيقة قبل ما ناخذ راي عينه من الجمهور معنا حبيت اضافه بك نزيدها حاكم. نعم. هو قرار واضح تاع الاتحاد الجزائري بتسقف اجور لاعبين 120 لاعب دولي و80 باقي لاعبين، لكن قرار الاتحاديه ماشي الاتحاديه ماشي اللي تخلص لي جوار من جيبها. يعني قرار الاتحاديه ما جاهش بزاف جوار يستاهل ولا ما يستاهلش. الاتحاديه قرار الاتحاديه هو الغرض ديالو هو تخفيف الاعباء الدينيه. انا ماشي ندافع الاتحاديه حكيم، بصح قرار الاتحاديه هو الهدف ديالو هو تخفيف الديون والاعباء الماليه على الانديه الجزائريه. يبدو انك ربما تحدث مع لورا في هذا الشيء. ما تحدثش مع لورا بصح راني نوضح اضافه. تفضل. لكن هل الحل هو في تخفيف الاعباء الماليه على الانديه يكون في تسقيف اجور اللاعبين؟ هذا واش غنحاولوا نعرفوه مع عينه تاع الجمهور اللي راه معنا. نبدا بوليد. السلام عليكم. السلام. هذا تسقيف الاجور احنا ضده اخويا. خاطر الجوار دوك تعطي له كوتا يدي 300 مليون ومن بعد تعطي له 120 مليون، هذا الجوار اش يدير؟ يقول لك انا ندي 120 مليون معليش بصح لاعب في كيب صغيره، علاش انا ندي 120 مليون لاعب في كيب صغيره ما فيهاش لا بريسيون؟ خير ما نلعب في فريق كبير مثل اتحاد الجزائر شبيبه القابين مديه الجزائر. لا في كيب صغيره وندي 120 مليون وهاد لي كيب يلعب فيها ما عندهاش لا بريسيون، الشعب تاعها ما يقولكش جيب لي التيت جيب لي هديه، يحب يلعب بالمانديه وندي 120 مليون ونريح. خير ما لعب في ايكيب هكذا. حنا ضد ياخذ جوار يسوى 300 مليون، نمدو 300 بصح نحاسبو خويا 300 مليون جيب لي التيت في نهايه الموسم. هذا ما كنقول. ولو كان ما يجيبلكش اخويا جابليش وضونا فتيره ولا غير حقه. انا حبيت نعرف يعني لانه تتحثوا صحيح انكم تدافعوا على اللاعبين وضروره تلقي اللاعبين هذه المستحقات، ولكن لحد الان ما شفناش يعني هذول اللاعبين. وانتم ايضا عندكم في اتحاد العاصمه مثلا كنموذج فقط لانه جزء منكم اتحاد العاصمه عندكم لاعبين مثلا يتقاضوا مبالغ كبيره ولكن ما جاب لكم ولا شيء. جاوبك عليه هنا صفيان. تفضل تفضل سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. انا نظن انه الاشكال راه في الاتحاديه ما داش تسقيف الاجور، دير مراقبه ماليه للانديه. المصادر تاع الاموال من راه يجي المصادر تاع الاموال من راه يجي من راه يجي كيما شاركتونا طراك تحكم ولدية الجزائر يمدوا الحشوة 300 مليون مدافع ايمن ويزيدوا يمدوا يجيبوا مدافع ايمن ب 250 مليون اللي هو غربي مدافع ايمن. اتحاد العاصمه كذلك يجيبوا جابوا لاموشيه ب 450 مليون في السنه من بعد اتحاد العاصمه داروا امبارح ما كاش تحت فوق 200 مليون. لاموشيا قال لهم معليش نعاود نسينيه ب 200 مليون وما حبوش يسينيو له الياس ما راح من اتحاد العاصمه. حتى اتحاد العاصمه ماهوش فريق محترف. اموال هذيك مصادر تاع الاموال هو كي جا الاتحاد العاصمه شركه تي ار اش بي راهي تستفاد من الاموال تاع الضرائب بها اللي راه بها بهذوك الاموال اللي راهو يخلص في اللاعبين ويصرف على اتحاد العاصمه وعنده الشركه راهي تستفاد. هذه لازم نعرفوها. كذلك شركة التصيل اللي لها شهيدة شباب قاسم طينة يتعاملوا مع بوشريط كانت عنده تسبيق تسعة يقولوا أنه التسبيق تاعه تسعة أشهر كي راح يقدم الاستقالة تاعه راح يرد لهم الأموال باش يجي ممكن أنه يجي لمولودية الجزائر حسب الأخبار اللي تدور في الشارع الكروي. أنا نظن من الاتحادية ما تقدرش تسقف في الاجور على خاطر راح تكون اموال تحت طابله. مولوديه الجزائر في السنه الماضيه كان عمر غريب يخلص لاعبين كما نقولوا بشكاره يجيب الاموال مع عند البزنازه من الشارع ويخلص اللاعبين. معروف هذا بركه للمناجر يقدر ياكد لك سي ميرابال. هذه حقيقه موجوده. انا نظن لازم مراقبه ماليه مصادر الاموال منين تجي. هذا هو الاشكال. هنا يكون تسقيف الاجور وحده على خاطر كي يولي اموالي انا اموال تاعي راح نخلص انا ما نقدرش نمد للحشود ما مي ماركي كل اسبوع 300 مليون على خاطر لو بارام تاعو ماكسيموم بالك 50 40 مليون. هذا حشود احسن لاعب فيه لاعبين اقل على حسب رايي انا. واحد ما يجي عندك الصراحه ماشي واحد ما يجي كي يولي كل واحد الاموال تاعو يجبد من جيبه. واش كان يقول الشيخ قبيل يجبد من جيبه مدراهمه من جيبه ما كاش لي يرمي دراهمه هكذايا. ك
كيجي كي راح باش يخرج 40 مليون لازم يعرف وين راح يحطهم لمن راح يمدهم. يولي هنا يولي كاين التكوين، الناس تولي تكون باش دير لو برودوي هذاك وتبيعه ودخل به دراهم. اليوم الناس راهي تبزنس بدراهم ماشي تاعها تاع الناس. هاو الاشكال وين راهو؟ انا نظن على حسب رايي. نعم تفضل. شكرا. كما نشوفوا هنا كاين اجماع ضد القرار الاتحاديه الجزائريه. نزيدوا نشوفوا معنا صفيان ثاني كولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا انا يا راني ضد قاني ديت الفكره هذه تاع 120 مليون تسقيف الاجر، باسكو كيما اللي كاين دي غران كلوب لي اسما مولوديا وجياسكا لازم يجيبوا دي غران جوار يلعبوا كل عام على الشيك باللي عندكم اتفاق مع اللاعبين كل لا لا هذه لا لوجيك يا اخو. كاين دي زيكيب يلعبوا على التيتر كل عام، تما لازم لهم يجيبوا دي بون جوار ولازم تخلص، باسكو سينون كيما قالتوا لي نامبورت ايكيب لي جوار يروحوا يهربوا كاع لي زيكيب صغار هادو ما باسكو ما يحوسوش على لا بريسيون. جوار ما دابه يكون مهني مع راسو ما عندوش لا بريسيون يلعب نامبورت كاع الكلوب و بروفيسيوناليز زعما حلوا راس ماليه لازم تكون فيها حلوا بروفيسيوناليز حلوا راس ماليه. وجا كيما جا حداد زعما لي اسمو لازم يخرج دراهم نورمالمون يافيستي كانيت يا خويا يبني سونتر فورماسيون يبني ستاد. انا نستناو يا خويا على كل حال مي لازم هادي تاع لي جوار راني كونتر تسقيف في الاوجوريا لازم يخلصوا شويه باش يجيبوا لي بون جوار. ماذا بينا احنا نشوفوا نيفو يتحسن و يحاسبوا راهي في المسير يحاسب جوار على حساب روندمون ديالو يخلصوا شحال كي تخلص سنه يحاسبوا شحال اذا خرج بتيت راه يستاهل ويزيد له اللي ما يستاهلش ينقص له هما يعاود يصرا البروبليم هذا زعما يخلص له جوار فانت كونطرا يبدا يلعب يدير لي 4 ماتش ولا 3 ماتش الاخرين يلعبهم مليح يعاود يسيني له بالك بزياده كاع على هذيك سيزون كاع راقد تبقى 2 ماتش ولا 3 يزيد. شفنا شحال مخضر ان شاء الله نتمنى كاين لاعبين بالاسماء ربما شفتوهم العام اللي فات مثلا. انا نظن ان المد فكره باك تفضل المد لاعب انا منصه اتحاد العاصمه تلاحظ انت تشوف حسين العرفي في اتحاد العاصمه ما يلعب في اتحاد العاصمه مستدعى للفريق الاول الوطني في نفس المنصب في حمزه كودري لاعب ممتاز ما يستدعاش فيه مناجر يعملوا عندك لاعبين محترفين ما يلعبوش مع انديتهم ولكن يلعبوا مع المنتخب الوطني. تفضل حبيت نتفكر انا تفضل. فيه مناجر هنايا مناجر يعملوا في الفريق الوطني باش ياخذوا خرجنا شويه على الفكره على كل معليش تفضل لانه كله باش ياخذوا لاعبين يستدعوهم للفريق الوطني الاول باش يطلعوا له كاش نقولوا راكو تاعو السومه تاعو لاعب ماكش لعب في اتحاد العاصمه تستدعى الفريق الوطني الاول في طربوس وعد طربوسات جيب لك كالندريه راح لا فيديراسيون عطاك الكالندريه تاع الجوار اللي كانوا يستدعوا طيبو يستدعى في عد طربوسات حمزه كودري في نفس الفريق في نفس المنصب من احسن لاعبين الوسط ما نعرفو ما يعرفني انا نقول واش نشوفكم وناصر ما يستدعاش حد تجار كان في اتحاد العاصمه ما يلعبش يستدعى الفريق الوطني. هادو مناجره كانوا يعملوا مناجره وهذه حقيقه موجوده في الكره الجزائريه والاموال اللي تحت الطاوله نزيد نقدم لك هذه الفكره باك فيه لاعبين فيه انديه في الوقت الحالي فيه لاعبين راهم يرفعوا ياخذوا الاموال تاعهم تحت الطاوله فيه الركائز تاع كل انديه هذيك اللاعب يقدر ياكدها لك اموالهم ياخذوها طرح عند اي نادي دوك طرح بالك الشباب بالوزداد ولا اهل البرج ولا الركائز ياخذوا اموالهم تحت طاوله ياخذوا كل فرق او عبد الله اوزر عندك الركيزه ولكن قال لك ياخذ ربما في شبيبة القبائل ما ياخذ لكن في النصر حسين داي كان ياخذ ياخذ اكيد هذا شيء موجود هذا ياكدوا لكل كل لاعبين على كل نعم تفضل محمد تفضل حاكم كما شفت هنا كان اجماع يعني رفض قاطع القرار الاتحاد الجزائري بتسقيف اجور لاعبين عاود نقولوا لك شكرا جزيلا محمد قريشي على نشاطك على كل حال محمد ميرابات